أبدأ مع ضيفي من لندن سيد نيكولاس، لماذا تضغط الدول الواقعة على طول الجناح الشرقي للحلف من أجل حصول أوكرانيا على مسار أسرع للانضمام للحلف الآن؟ حسنا، إن هذا القرار الذي تتخذه حلف الناتو قرار تاريخي، وهذا يعني وله دلالة أن أوكرانيا سوف تلتحق في نهاية المطاف بحلف الناتو دون أي شك، ولكن هناك حرب جارية الآن، ولا يمكن قبول عضوية دولة في حالة حرب في حلف الناتو، لأن حلف الناتو سوف يضطر إلى الدخول في الحرب ضد روسيا، وهو أمر غير مرغوب.